يا مساء الفل ومساء الحلويات، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض السينابون رول بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومكونات اقتصادية على الآخر، وكمان هنعمل مع بعض صوص السينابون رول بطريقة سهلة وبسيطة. عايزة أقولك بتمن واحدة هنعمل كمية كبيرة النهاردة، هنتعشى بيها كده حلوة وبتدفي في الشتاء، وكمان نسايم الشتاء جت كده والقرفة بتدفي وحاجة كده قمر قوي. زي ما انتم شايفين وعارفين طبعا ان القطعة بقت غالية جدا، هنعمل بتمن قطع وجبة كاملة تكفي العيلة كلها ويمكن أقل. يلا بينا على الطريقة. تعالى بس الأول أوريكم السينابول وهو طالع سخن كده مع الصوص، حاجة كده دايبة دوبان. تعالوا نشوف الطراوة بتاعتها وكمان نشوف العجينة إزاي مع القرفة والسكر، طرية وهشة وجميلة جدا. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة هنعملها مع بعض المحسن بتاع العجينة. هيعمل المحسن ده في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معايا 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم نص كوباية من المية الدافية. هنخلط الدقيق وندوبه في المية الدافية ونطمن ان كتلة الدقيق كلها دابت مع بعضها. وبعد كده هناخد الخليط ده ونحطه على نار متوسطة على النار. اول ما يمسك مع بعض هوريك القوام بتاعه دلوقتي. هنقفل النار وهنبدأ نطلعه، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام متماسك كده، الدقيق مسك مع المية. هو ده محسن العجينة اللي هيخلينا العجينة طرية وهشة وجميلة جدا. هنركن الخليط ده على جنب ونسيبه يبرد تماما، ونختبر بقى الخميرة بتاعتنا. معايا معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص كوباية من المية الدافية، وهنسيبهم يخمروا مع بعض ونغطيهم كده لحد ما نشوف الخميرة اتفعلت معانا عشان العجينة متبصش مننا. تمام كده. هنركن بقى الخليط ده على جنب لحد ما نجهز بقى المكونات بتاعتنا التانية. معايا بقى 4 كوبايات من الدقيق، استخدمي اي نوع دقيق انت حباه، مهم بس تنقلي الدقيق في الاول ودي خطوه مهمه جدا. هننقل بس الدقيق وهننزل عليه برشه من الملح وربع كوبايه من السكر. استخدمي السكر اللي انت عايزاه، انا مستخدمه السكر السنترفيش العادي. وهنحط كمان محسن العجينه اللي احنا عملناه في اول الفيديو وربع كوبايه من السمنه، وممكن تستبدليها بزبده مفيش اي مشكله خالص. وده شكل الخليط بتاع الخميره بتاعنا بعد ما تفاعل وتاكدت ان الخميره بتاعتي شغاله وتمام. هننزل بالخليط ده على العجينه كده، احنا مطمنين ان العجينه بتاعتنا هتخمر وهتبقى كويسه وزي الفل. معايا بقى هنا نص كوباية من اللبن، عصرت عليها وحطيت عليها معلقة صغيرة من الخل علشان خاطر يتقل معانا ويبقى قوامه كويس. ممكن تستبدلوها بدل الخطوة دي ما تعملوها في البيت، تستبدلوها باللبن الرايب، هتطلع حلوة جدا وهايلة جدا. حطيت بقى عليهم كمان بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهبدأ ألم العجينة دي مع بعضها، بلمها شوية بالمعلقة وبعد كده هنعجن بإيدينا لحد ما تتلم معانا وتبقى كورة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. هغطي العجينة بتاعتي بالستريتش فيلم بعد ما اجمعها كوره كده حلوه ومتجانسه، وهسيبها تخمر لمده ساعه، ساعه الا ربع لو في الشتاء، نص ساعه بقى لو في الصيف. عايزه اقول لك لو تقدري تسخني الفرن بتاعك وتدفيه الاول وبعد كده تطفي النار وتحطي العجينه بتاعتك دي جوه الفرن في الشتاء، هيسرع من عمليه التخمير وهتخمر معاكي بسرعه وبسهوله. انا هغطي بقى العجينه بتاعتي ونبدا بقى نعمل الحشوة بتاعتنا والصوص بتاعنا. اول حاجة هنعمل الصوص بتاعنا، صوص اقتصادي وسهل وسريع جدا وتقريبا مكوناته موجودة عندك في اي بيت. 3 معالق من السكر، 3 معالق من اللبن البودرة، وكمان هحط مكعب من الزبدة، يعني معلقة كبيرة من الزبدة، ربع كوباية من اللبن الدافي، مهم قوي ان اللبن يبقى دافي، وكمان احط 3 من الجبنه المثلثات. ممكن تستبدليهم بالجبنه المكعبات مفيش اي مشكله خالص، بس انا حبيت اسهل عليكي واخليه صوص سهل وسريع. وربع معلقه صغيره من الفانيليا، تقدري تستخدمي الفانيليا السايله مكانها، تبقى نص معلقه صغيره من الفانيليا، هتطلع تحفه وجميله جدا. هنضربها يا بالبلندر يا في الخلاط، هتطلع معانا الصوص جميل جدا. شايفين القوام حلو قوي كريمي وتحفه، طعم جميل جدا جدا جدا. هنركن بقى الصوص ده على جنب ونجهز بقى الحشوه بتاعتنا اللي هنحشي بيها السينما. معايا كوبايه من السكر، السكر اللي عندك في البيت اللي هو سكر سنترفيش العادي خالص، حط عليها 3 معالق كبار من القرفه. تقدري تعملي 2 معلقة كبار من القرفه لو انت ما بتحبيش القرفه زايده، بس انا بحب الطعم بتاع القرفه مع السكر بيطلع تحفه. في ناس بتحب تزود معلقه من الكاكاو عشان اللون، بس انا بحب القرفه بس لوحدها، بتدي طعم وقوام جميل جدا.
على الرخامة بقى بتاعتك. بعد ما عدت ساعة شايفين العجينة خمرت معانا وبقت حلوة ازاي، هرش رشة صغيرة من الدقيق وهنبدأ بقى نفرد العجينة بتاعتنا. عايزة اقولك ان انا وانا صغيرة ماما كانت بتعمل بقى في عيد الليالي الساعة جدا السينابول ده، اول ما يطلع من الفرن بنقعد نخطفه من ايديها بقى ومن الصينية، حاجة كده قمر قوي. عايزة اقولك ماما كانت دايما بتعمله من غير صوص، وانا من الناس اللي بتحب السينابول من غير صوص، عشقته بالصوص وبس، انا كنت بحبه قوي من غير الصوص. اكتبولي تحت في التعليقات في حد بيحب السينابول رول من غير الصوص بتاع الجبنه ده، انا شايفاه بيطلع قمر قوي جميل جدا وحلو قوي، بس انا حبيت اعمل لكم الصوص عشان نعمل الوصفه على اصولها. فردنا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده على شكل مستطيل، هنجيب بقى الزبده بتاعتنا، أو ممكن على فكره تستبدليها بسمنه بس تكون متماسكه شويه صغيرين، وطبعا ما لازم نلغوص بقى بايدينا عشان حرارة الزبدة تدوب تتفرد معانا بكل سهولة. فردتها على كل العجينة بتاعتي، يدوبك استخدمت 50 جرام من الزبدة، مش حاجة كتير يعني، عايزة اقولك العجينة ما بتاخدش كتير قوي. وهبدأ افرد السكر زي ما انت شايفين، وبعد ما فردته واطمنت ان هو اتفرد على كل قطعة هبدأ اكبسه بايدي عشان اطمن ان هو مسك في الزبدة كويس قوي وما يقعش من العجينة. ونبدأ نلف رول زي ما انت شايفين كده، الاول بنلف رول صغير وبعد كده بقى نبدأ نكمل الرول بتاعنا لحد الآخر. شايفين مفيش أسهل من كده، طريقة التشكيل سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. هلف الرول بتاعي كده لحد الآخر وهيتكون معايا كده زي عجينة طويلة. هنبدأ بقى نقسمها قطع متساوية. عايز اقولك ان في الخطوه دي تقدري تقطعيها بالفتله، هوريكي دلوقتي، او بالسكينه، مهم قوي ان انت تقطعيها قطع متساويه. حابه تقيسي بالمسطره براحتك، حابه تقيسي بايدك، انا قست 3 صوابع، مقاس 3 صوابع ده مقاس معقول جدا للعرض بتاعها. انا حددت بظهر السكينه وبعد كده بقى هبدا اقطعها، هوريكي بقى التقطيع بتاع الفتله بيطلع احسن حاجه علشان الشكل بيطلع جميل والعجينه بتبقى متماسكه شكلها حلو. السكينه بتبوظ الشكل شويه صغيرين، بس انا هعمل لك التقطيعتين وانت اختاري الطريقه اللي تعجبك وتريحك. عايزه اقولك الدنيا بدات تشتي في بعض المدن المصريه دلوقتي، فاحنا لما نعمل السينابول ده وندفي بالليل عايزه اقولك خطير خطير خطير، هتدعي لي بجد. وبتمن واحده بس هنعمل الكميه اللي انت هتشوفيها صينيه كامله من قطع السينابول رول، حاجه كده قمر قوي جميله. الوصفه دي انا بحب اكلها في الشتاء بتدفي كده، ومعروف ان القرفه بتسخن الجسم وبتبقى جميله جدا. وطبعا السكر هتلاقوا كل ولادكم وحبايبكم بيحبوا الوصفه دي لان هي غنيه بالسكر بطريقه فظيعه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين القطع بتطلع سليمه وحلوه جدا بالخيط، بس هقطعها لكم بالسكينه برضو بتطلع سليمه وحلوه. ده شكل السينابول رول بتاعنا بعد ما قطعناه، رصيته في صينيه هسيبه يخمر كمان نص ساعه، الصينيه دي مدهونه سمنه. بعد ما يخمر نص ساعه هدخله الفرن على درجه حراره 180، بنحطه في الرف الوسطاني، حابه تولعه على الشوايه مفيش مشكله، مش حابه هو اساسا بيستوي من تحت، يعني هنولع عليه من تحت بس، لو انت حابه تاخدي لون من فوق ولعي عليه الشوايه دقيقتين بس. هو بياخد في الفرن حوالي من 20 دقيقة ل 25 دقيقة وبس كده. اول ما يطلع سخن كده وحلو تسقيه بالصوص بتاعنا القمر ده، معلقتك او شوكتك القمر دي، وبعد كده تاكلي وتدعيلي وتقولي الف هنا وشفا عليكي، حاجة كده قمر وجميلة جدا. تقدري تزينيها بشوية من المكسرات، حبة من عين الجمل، حبة من اللوز او البندق، ما عندكيش خالص، ما فيش اي مشكله. هو بالصوص جنان، انا حبيت اعمل لك شويه من غير الصوص وشويه بالصوص عشان اوريكي الشكل. وانا عندي ناس بتحب بالصوص وناس بتحبه من غير الصوص، اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات في حد عندكم بيحبه من غير الصوص ولا لا. شايفين كده العجينه طالعه هشه وطريه والشوكه دايبه دوبان مع الصوص، حاجه كده تفتح النفس، كفايه بقى جوعتكم. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات رايكم في الطريقه دي وتطبيقاتكم، وابعتوا لي الصور. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتشيروه مع صحابكم وزمايلكم وقرايبكم، واكتبوا لي ارائكم، وهستنى كل تعليقاتكم وانتظروا كل جديد مني. استنوني في الفيديو القادم. شكرا ليكم على المشاهده، وباي باي.